الهتاف اللي كان الكابتن علي خليل بيحبه من جمهور نادي الزمالك. كان لك ايه بقى؟ جمهور الزمالك قال لي هتافات كتير قوي. طب ما تقول لنا كده، فكرنا. يعني واحد بيقول لك ايه، بص شوف علي خليل اهو وصلي على النبي. كان يعني السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الهتاف ده كنت بحبه جدا. وكان الكابتن مستكاوي كمان كان كل مباراه يطلع اسماء على اللعيبه. يعني سماني، كنت لعبت كويس قوي قوي، سماني علي حديد. الماتش اللي بعده لعبت وحش قوي، راح مسميني علي خريف. كانت ايام وذكرى جميله قوي، وكان في حياه جميله. وكان الملعب مليان جمهور، وكان في تشجيع، وكان في اهتمام، روح جميله، والزمالك والاتحاد والاسماعيلي. ما كانش في مشاكل مع بعض في الثانويه الرياضيه في استاد ناصر. كان الزمالك والاهلي واللعيبه من الاتحاد كلهم قاعدين في مكان واحد. وبيدرسوا في مكان واحد، وبيتمرنوا في مكان واحد. فكان الناس ما فيش فرق، عكس الايام دي الناس كلها بعيده عن بعض شويه. جمهور الاهلي يمكن الكورونا هي السبب. ممكن يكون الكورونا. كان جمهور الاهلي بيقابلك ازاي لما بتمشي في الشارع وبقابلك في مكان؟ شوف اقول لك ذكرى جميله جدا. انا كنت بلعب، كنت بدرس في معهد التعاون. فعملنا مباراه نادي اللي هو التعاون، كليه التعاون مع نادي الاهلي. فانا كان المباراه دي في النادي الاهلي. والله صدقني انا بقول الحقيقه، جمهور الاهلي استقبلني يعني لا يقل السبب عن جمهور الزمالك. استقبلوني استقبال رائع. وكانت مباراه جميله جدا. يوميها، بس مش متذكر النتيجه. ما فكرتش في مره من مرات، او مره من مرات الاهلي فوضك تلعب في النادي الاهلي؟ لا، هو زمان وانا صغير. المره اول مره اخش النادي الاهلي وانا صغير، كان والدي خدني معاه ورحنا. انا كنت في بني سويف وانا صغير، فخدني وداني اتفرج. كان النادي الاهلي بيلعب ضد فرقه، مش فرقه مصريه، كان فرقه اجنبيه. وانا اتذكر يوميها كنا في الدرجه الثالثه اتفرج على المباراه. لكن اللي لفت نظري قوي الكابتن ابراهيم عبد الصمد. كان بيعمل لعبه جميله جدا. ان هو على الخط كده يروح ضارب الكوره برجلين الاثنين، يمين في الشمال. احنا بنسميها 1-2. كان مشهور يعني بيعمل 1-2 يمين في الشمال. وكان يعدي من اي حد. كانش حد بيقدر يوقفه في الكوره دي. والمباراه دي كانت مباراه جميله، وكانت اول مباراه ليا.